الدنانير في الحلم. أما الدنانير فإن الدينار الأحمر العتيق الجيد دين حنيفي خالص، والدينار الواحد ولد حسن الوجه، والدنانير كنز وحكمة أو ولاية وأداء شهادة. ومن رأى أنه ضيع دينارا مات ولده، أو ضيع صلاة فرضة، والدنانير الكثيرة إذا وقعت إليه أمانات وصلوات. فإن رأى أن في يده دينارا فإنه قد ائتمن إنسانا على شيء فخانه. فإن رأى أنه أصاب دنانير مجهولة أو عددا مجهولا، أو تكون الدنانير فوق أربعة، فإنه يصيب أمرا يكرهه، وسمع ما يكره، كل ذلك بقدر كثرة الدنانير. ومن رأى أنه انتزع منه ذهبا، إنه ذهاب لا رجوع فيه. أرجو أن أكون قد أفدتكم.